ولذلك سورة الكهف تنجيك من الفتن الأربع: فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة السلطة. وتنجيك بشرط واحد، أنك تتمسك بهذا القرآن الكريم. أول آية في القرآن إيش؟ أو أول آية في هذه السورة: الحمد لله الذي أنزل على عبده إيش؟ الكتاب. يعطيك دلالة أن الذي يعصمك من الفتنة هذا. تبي أن يعصمك الله من الفتنة؟ عليك بالقرآن. عشان كذا احنا عرفنا أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، إيه، لأنها تعصمك من فتنة الدجال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة الكهف فإنها عاصمة لكم من الدجال، أو كما قال: ومن قرأ 10 آيات من سورة الكهف أو حفظها في رواية كانت له عصمة من المسيح الدجال. طيب وش الرابط بين الدجال وبين الفتن الأربع؟ وش هو الرابط؟ أن الدجال يجي بالفتن الأربع كلها.